الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أيها الإخوة والأخوات سيدو الشيغي أخونا خضر وحا إن شاء الله هل كان فدية أردي كم إذا أردد دكسي أبو بكر الصديق إسلامي سنتر وأه أردي سويتش ركوارك تقيبت تحفيدك إيو قيبها كلي دكسي أبو بكر إن شاء الله وحن جعلنا هاي وقت كان يركع يكوبن إنان إن شاء الله سلوا ذا إن لوا ذا جنو أي نص وبن دكان أرض ذا قيب كم إذا أيضا قرآن قرآن كإله سبحانه وتعالى إيو كتب تيقاتين ودروس تي أي قادنا ين سمر كي أما سمر ككهر إيو نشاطات كلي كم ذيهن أناشيد إن شاء الله وحن كوب بالعوين آيات قرآن وحنا نوب بالعوين إن شاء الله القاري أما الطالب عبد الله بشير فليتفضل مشكورا وأجورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. تكبير تكبير قولوا ما شاء الله. إلهي أبرك سبحانه وتعالى. عبد الله بشير إن آيدهاس إن آتك أوقيمها بدن النوع أخريي إن إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إن والد كيس يعدك صو جهد كب حسي إلهي نبركيه إن هذا نوع حنو يرينا إن أرضي كم إذا أرضي دكسي أبو بكر وأحمد علي أما أحمد علس وينو أخري إن شاء الله إن أنا أشيد أما قبل كسافسا إن قرآن ك مرك أحمد فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. لزمت محاضن القرآن فذكر الله يصعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا وصدق القول نعرفه وخير الخلق يعرفنا تعالينا على الأحقى مع المخطي تسامحنا تنافسنا بحفظ الآية وهذا ما يميزنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقالا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا. تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقالا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا. لقالا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا. لقالا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا. تكبير تكبير إلهي سبحانه وتعالى أبرك يا أحمد كلمة ذا سقيمها بدن وقال لي قراك إلهي سبحانه وتعالى ونوسو تشيدي هذا وحن شعلا إنا ويارو قبر كم إذا أما أرضيت كم إذا أرضيت دكسيقة وأرحمة قاسم إن شاء الله وحنو آخر نساء كتاب أما هدان سكال ودوها قبي كتاب كل يرها القواعد الفقهية القواعد الفقهية وأه كتبت الوقاته دكسيقة أبو بكر الصديق إن شاء الله وانتعلنا إن شاء الله إلينا نواخرسه كسو دووه إن شاء الله أرحمة قاسم فليتفضلي مشكورا مجورا. الحمد لله العلي الأوفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة
ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس للأموال والنفس والأموال للمعصوم. تحيمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت شرعيته. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرع بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. Be quick.
تكبير تكبير قولوا ما شاء الله ان اله بركه سبحانه وتعالى الرحمه قاسم ان بوم كاس اما كتابك اينو اخرسي ان رؤانتي ان وحسالا ماها ارضي ودن كان كل شيء هذانا قران كيلاي حفديي هذانا كتبتي متون تاهي ما عرفتي ان علومتي كل الدين تاهي انا حفديي ووح وين الله وفرحه ان شاء الله وحن شعلي هذا ان انا ويارو ان قبر كم اذا قبلها دكسي ابو بكر وايضا ان شاء الله قران نو اخر نيسا وروض قاسم فليتفضل ان شاء الله روض قاسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ما شاء الله قولوا ما شاء الله ما شاء الله إله بركة يو روض قاسم إله سبحانه وتعالى وحنا غبرين إنه حفديه والد كيد يا معلمين تيدي يدتك حصابرا إله سبحانه وتعالى إنه ميزانك حسناتك ودره إن شاء الله برنامجك نص عنايا هذا إن شاء الله وحنا ويريا إن أرضي أما قبر كم إذا أرضي إذا دكسي أبو بكر وأيضا من آخرين دون إن شاء الله كتاب كلير هذا البيقونية ورقية محمد رقية محمد سود ورقية محمد أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام حديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابد عن مثله معتمد في ضبده ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثيرة
وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يستصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لينعرف وما يخالف ثقة به الملأ فالشاد والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ رواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخي مدبد فاعرفه حقا وانتقي متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد متروكه مواحد بهم فرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت تكبير تكبير الله أكبر إلهي سبحانه وتعالى هبركيو قبداس ان رونهانتي وسهداي شيغي وارين اد لوغو فرحو ان عرورتا كودراتاي ميشان اما ودنكان قرباها او انت ماركتي ان كتابك إلهي حفديي هدانا كتبتي متونتا حفدينيسا ان رونهانتي ماركا ان وحك المهن وحي لوغو تلغلا ان لبرو ولا بري كرا aan waxa laga yaabaa af Soomaali in la bari waayo dhan waalidka ma bari karno kitaabka Ilaahay iyo maaragtay aan iyo carabiga aragtayna waal si maaragtay aragtayna bay waxrinayaan marka insha Allah hadii la dadaalo waa la gaaraya marka waxaan ku dhiirigelinaynaa dhamaan dadka in la dadaalo ciyaalka diinta Ilaahay lagu tarbiyeeyo aan hadda waxaan u yeerayaa aan gabar kamid ah ayduna ardayda dugsi Abu Bakar waa Nuura Ahmed oo insha Allah ayda Qur'aan oo akhrin doonta insha Allah soo dhaw Nuura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ما شاء الله قولوا ما شاء الله تكبير إله سبحانه وتعالى هبرك يا نورا quraanka quruxda badan ee noo akhrisay in insha Allah hada waxaan u yeerayaa arday asaguna ardayda kamida waa maxamed axmed insha Allah asaguna waxaan noo akhrin doonaa insha Allah kutubka la yiraahdo ama kitaabka la yiraahdo tuhfatul atfal oo ku saabsan maaragtay quraanka iyo xikamtiisa bismillaahir rahmaanir al muqaddama yaqulu raji rahmatil ghafuri دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما أحكام الميم والنون المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف اللينة لذي الحجا
أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرفي وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. حكم اللام الأل ولام الفعل. للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه. ثانيهما إضغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي. طب ثم صل رحما تفصدف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام لولا سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. تكبير تكبير. قولوا ما شاء الله ما شاء الله. يعني اللاوين مركي عرورة قرآن كآخرين يعني أما مارت يوحك لا، لأن ما شاء الله ولو باهنيا هذا ما شاء الله روحك ساس قد عكرة. بارك الله فيكم. هذا نحن يرى إن شاء الله أحمد محمد أسوى نحن آخرين دونا إن شاء الله قبل الشاطبية كتاب كله الشاطبية وإن شاء الله أبياتكم يونو آخرين دونا إن شاء الله. فليتفضل مشكور ومأجور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حد لا يطيع ويخلق. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا. وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا. يا أمة القرآن حبال نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا. ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا. جزاكم الله خير. تكبير تكبير ما شاء الله. إلهي سبحانه وتعالى هبركي وقتي قاد نوير إن مركا رالي هالا إن ومركا سوان جوجينينا أرضو أيو سيوة دان وحنكسو قبل قبلينينا إن شاء الله آيذة قرآن ونواخرية محمد أمين فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله وأسلام كسو قبل قبلينينا رالي هذا. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان توكل adeegyadeeda waxaa kamid ah online money transfer e-Tawakal mobile money transfer iyo Ameno e-Tawakal money services waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad taleefankaaga ka dirsatid lacagaha adiga oo jooga meel waliba account ka e-Tawakal waxa uu kuu sahlaya in aad lacagahaaga ka isticmaashid taleefankaaga meel walba adiga oo jooga xafiis dambe u baahan maysid inaad booqatid. e-Tawakal account waxa kale oo kuu sahlaya inaad kala socotid diiwaanka lacagihii aad dirtay ama se lagu soo diray mar waliba. Hamoogaan adeega e-Tawakal ee loo maqsuuday booqo e-tawakal.com. Tawakal Amaano Soomaaliya waa adeeg kale oo aad dhigan kartid lacagaha adigoo isticmaalaya current account, saving account iyo checkbook intaba. Tawakal Express waxa ay si xoogan uga howlgashaa North America, Europe, Australia, India, China, Middle East, Africa iyo Soomaaliya. Tawakal Express hadda u dhiibo, hadda ha bixisee, hadda la'aan.